الانسان ما راح يصير له penetration to the cell membrane ويعبر الى البلاستريم، يعني ما راح يصير به absorption. فاذا لازم يكون عندي نوع من البالانس بين الليبوفيليسيتي وبين الهايدروفيليسيتي. هاي النقطة جدا مهمة. الصنع مال الاستر اما دايركت ستريت فورورد، نجيب كحول ونجيب كاربوكسيل جروب او كاربوكسيل دراج، وممكن ان يتفاعل دايركت ويعطيني الاستر. Once in the body the ester bond is readily hydrolyzed by ubiquitous esterase found in the body. شنو ubiquitous؟ ubiquitous يعني متوفر في كل مكان، يعني مو مكان واحد موجود بالبدي. معظم الخلايا تحتوي على الاسترايز، معظم الكومبارتمنت بالدم موجود استرايز، فاذا ممكن ان يصير بي هيدروليس في اي مكان في الجسم موجود بالبر او اذر اورجانز اوف ذا تيشو انكلودينج كاربوكسيل استر انزايم. واكو عندي استيل كولين استرايز انزايم، وعندي بيوتاريل كولين استرايز، وعندي بروكسينيز انزيم موجود. فاذا هذا كله ذني عباره عن استرايز انزيم تعمل على حل هيدروليسيس اوف لاين استر موجود بالبدي. فاذا هذا ملخص ابيكويتاس استرايز انزيم موجود متوفر كل مكان. كان بريبيرد استر with any degree of hydrophilicity or lipophilicity تعتمد على الجروب اللي راح اسوي لها استريفيكيشن وذ انذر جروب. اذا جبت له جروب بها بولر جروب راح ازيد الهيدروفيليسيتي، اذا جبت له كيميكال جروب تحتوي على الكيل تشين مثلا راح ازيد اللايبوفيليسيتي. فاذا ممكن ان اتحكم بالبولاريتي اوف ذا كومباوند حسب نوع الالكيل جروب اللي راح اربطها بالدراج اللي يحتوي على الكاربوكسيل او اللي يحتوي على الهيدروكسيل. ممكن انا ادخل دراج يحتوي على هيدروكسيل وفعل مع كارير يحتوي على كاربوكسيل، فيسأدي الهيدروكسيل والكاربوكسيل ممكن أسوي أستر، أو بالعكس إنه الدرج يحتوي على الكاربوكسيل وفعل مع كارير يحتوي على هيدروكسيل. The ester stability can be controlled by the appropriate electronic and steric manipulation. هسه سرعة الهيدروليسيس كيف أتحكم بها؟ من خلال الفانكشنال الكيميكال جروب اللي هو الالكيل جروب. اذا مثلا اخلي بالالكترون ويذروينج جروب او الكترون دونيتنج جروب، او اسوي بالك بحيث يكون مولكيول كبيره بحيث يصعب للاستريز انزيم انه يسوي لها هيدروليسيس. تعرفون انه هو مثل تبتر، يعني تفاعل او ترابط بينه وبين السبستريت من اجل انه يبطي مفعول الايضي ويكسر الموليكيول او يسوي هيدروليسيس للموليكيول. فاذا كان اكو بلك جروب يمنع اتحاد الانزيم مع الموليكيول، فبيجي حاله يقلل من الهيدروليسيس. واذا اريد هيدروليسيس سريع اخلي جروب الكيل جروب صغيرة، أو أخلي مثلاً إلكترون دونيتنج جروب أو إلكترون دونيتنج depend on the which mechanism of hydrolysis I want اللي أريدها إنه تكون بالمركب أو أريدها إنه تحدث بالجسم حتى يصير عندي تدرج ويعطيني المفعول مالته. زين هسه شلون أصنع الإستر؟ الإستر أصنع كتلة طرق لصناعة الإستر، أما أسيد أفعل مع الكحول direct synthesis of ester وبوجود الوسط حامضي يعطيني ester، وسط حامضي وحرارة يعطيني ester. هاي ممكن أسويها أو طريقة الكلورايد، أفعل مع الكلورايد كاربوكسيليك أسيد أفعل مع الكلورايد يعطيني الكلورايد. هذا الكلورايد يكون very active ويتفاعل مع الهيدروكسيل جروب الموجودة بالكارير وينطيني الاستر. هاي الطريقة الثانية يسموها الأسيد كلورايد ميثود. الطريقة الثالثة اللي هي أسيدك أو أسيد أنهايدرايد ميثود، هذه الطريقة ممكن أن نحضرها من خلال تفاعل جزيئتي من الكاربوكسيل جروب، جزيئة نحولها إلى الأسيد كلورايد والجزيئة الأخرى هي بتحتوي الكاربوكسيليك أسيد إلى أسيد هيدرايد، إنه اثنين كاربوكسيل جروب منزوع من جزيئة ما يحول إلى أسيد
انهايدرايت. الاسيد انهايدرايت يتفاعل مع اي كحول ويتحول الى استر زائدا كربوكسيليك اسيد، يطلع يتحرر من الجهه الاخرى. زين، شو وقت نستخدم الدايركت، شو وقت نستخدم الاسيد كلورايد اسيد كلورايد، وشو وقت نستخدم الاسيد انهايدرايت؟ اكو طالب يقدر يجاوبني؟ اللي دخلوا وياي بس هبه وحسين هاي المحاضره، اكو احد هم او هم نفسهم يقدرون يجاوبون؟ هبه منو فتح مايك سولف؟ أني نعم دكتور، قلت لي هبة بس ما متأكدة يعني من الجواب. ما يخالف اي جواب قولي انت، يعني حسب المعلومات اللي ماخذتها سابقا. هذا شنو تتوقعين؟ شو وقت اسوي الاسيد كلور، الاسيد دايركت اسيد مثلا، شو وقت استخدم الاسيد كلورايد، شو وقت استخدم الاسيد انهايدرايد؟ ماذا يخطر على بالي؟ زين حسين، نفس الحالة دكتور. اوكي، ما يعني مو دكتور شيء ممكن غريب. أشارك؟ يلا تفضل، اسم سجاد. سجاد سولف. دكتور الأسيد ربما يكون يعني إذا كان عندنا درج يكون بيسك. الرق يكون بيسك، حتى قصدك أسيد كويس يصير أيونيزيشن وتمشي حالته. يعني هو جواب ما راح يصير عندي تفاعل، ما راح يتكون عندي الاستر. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سولت اسيد ويا بيس، راح يصير عندي ملح، ملح ذاك البيس. عرفت شلون؟ ما راح يصير عندي استر. يعني جوابك به نوع من الفهم، بس ما راح يعطيني استر، راح يصير يتكون عندي سولت. ها دكتور، ماشي ماشي. اوكي، بعد احد غيرك؟ طبعا هاي المداخله مالتك ما عليها درجه، لا تخاف. ماشي دكتور. بعد احد عنده يريد يشارك؟ هسه اللي شاركوا عندي ثلاثه، هبه وحسين وسجاد. اوكي، يعني مو السؤال قد يكون ما مر عليكم سابقا. اذا عندي دواء، طبعا انتم تعرفون انا عندي دراج دا حوله الى برودراج، هذا الدواء إذا كان سنسيتيف، عفوا الدواء عبارة عن كيميكال ستراكشر، كيميكال مولكيول، كيميكال مولكيول تتعرض إلى ديجريديشن، تتعرض إلى هيدروليس، تتعرض إلى أوكسيديشن، تتعرض إلى ريدكشن، هي يعني ما تبقى على حالها، لذلك الأدوية بها اكسباير ديت. ليش؟ ما هو سنة يتحول إلى مادة أخرى، يصير بي ديجريديشن، يصير بي مو ميتابوليزم بالجسم. عندنا نحكي على المولكيول الموجوده برا الجسم، موجوده بالحب، موجوده بازيتيز رو ماتيريال، متعرضه الى ديجريديشن ويتحطم المركب، يتحول الى مركبات ابسط بانرجي ليفل اقل. هاي يعني نظريه الاستابيليتي، يعني كل مركب الانرجي ليفل، انه هذا المركب يبحث على الانرجي ليفل اقل. إذا كان هذا يستوجب أن ينكسر جزئين، فممكن أن ينكسر بمرور الزمن يتحول تو برودكت أتر ستابيليتي من البيرنت برودكت، برودكت اللي هو المولكيولية اللي فهنا عندي. إذا كان الدواء أرده حضره بالدايت اللي هو شنو عرضه إلى أسيد، تشوفون هنا أنا موجود على السهم، موجود عندي ظروف قاسية حاضره إلى حامض، بالإضافة نوبات بعض الأحيان أحتاج حامض وحرارة. زين، هذا إذا الدواء ما يتحمل هاي الحامض والحرارة، أنا ما أقدر أحضره بطريقة الدايركت رياكشن هيدروكسيل مع الكربوكسيل وأحضر لي إستر. إذا كان الدواء يتحمل ممكن أنا أدخله بهذا التفاعل وأحضر الإستر من خلاله، بس إذا كان الدواء سنسيتيف تو هيت أو بال أكو فانكشنال هاي الآر بي بإستر ثاني مثلا الأول اللي هو دايركت. فإذا تعتمد على السنسيتيفيتي والستابيليتي اوف ذا بيرنت كومباوند اللي هو الدراج اتسيلف. فهذه هنا التسلسل مالتها، الطريقة الأولى تحتاج لها ستيبل كومباوند لأنه شلون أجريسيف كونديشن أدي
او عندي هارد كونديشن للتفاعل، فلذلك احتمال يتحطم الدراج اتسيلف قبل لا يصير تحول الى استر. اذا المركب ستيبلتي ما تاقل ممكن ادخله بالثاني كلورايد ميثود واسوي الاسيد كلورايد، اللي هي ايضا طريقه شويه بها ظروف قاسيه للاسيد كلورايد كلش رياكتيف، وممكن انه يتفاعل مع جزء اخر الموجود بالار ويسوي لي مشاكل. الابسط طريقه او اللي ظروفها تكون خفيفه او تكون ما تعرض المركب مالتي الى ظروف قاسيه هي الاسيد انهايدرايد ميثود. الاسيد انهايدرايد ميثود ما عرض المركب مالتي الى الثاني الكلورايد اللي هو يكون ضري اكتف، احتمال يتحول الى اسيد كلورايد بس بنفس الوقت احتمال يتفاعل مع هذه الار والفانكشنال جروب الموجود بها. بينما هنا بالتفاعل لا، البيرنت دراج دي يتفاعل مع الاسيد كلورايد الاخر اللي هو موجود بالكارير ويبقى الدراج ما بي يعني اي مشكله، وفاعل بعدين وحوله الى استر بدون ما اعرضه الى ظروف قاسيه، بحيث اذا كان المركب عندي انستيبل بالاسيد او انستيبل بالتفاعل مع اني رياكتيف كومباوند ممكن انا احافظ عليه واحضر. طبعا اللي يضيق هنا حيكون عندي اكثر شيء اقل شيء يكون عندي بهاي الطريقه، مثلا انا افاعل مثلا هذا المركب مع المركب اخر ينطيني مثلا اليلد 90% بالطريقه الاولى او بالطريقه الثانيه، بينما بالطريقه الثالثه حيكون اليلد معطي فد 40% مثلا. ليش؟ لأنه الطريقة مو قاسية بنفس الوقت مشاكل، لأنه ما تعطيني يلد عالي أو نتيجة المركب ما ينطيني. إذا أعطيت 10 مول من هذا و10 مول من هذا يطلع لي 10 مول من الأسيد أنهايدرايد، هاي 10 مول من الأسيد أنهايدرايد من تنفصل ما تعطيني 10 مول من الأستر، تعطيني 5 مول 4 مول، فاليلد ما تعطيني 40% أو 50% أو 30% أحيانا حتى 15% اليلد، لأنه تفاعل ظروفه مو قوية جدا بحيث يعطيني المركب 100% مثل الطريقتين الأولى والثانية. زين، هسه احنا حضرنا الاستر وعرفنا شلون نحضر الاستر. طبعا احنا انا راح اعطيكم بس الاستر بالتفاصيل. ليش؟ لانه قلنا معظم البرودراج اللي موجود بالماركت اللي ممكن انا احضره وهلو عن طريق الاستر لينكج، فلذلك راح اركز قدنا السينثيسيس مات. هسه نجي على الهيدروليسيس. most common activation reaction is hydrolysis the accelerated to accelerate the hydrolysis rate or to slow down the hydrolysis rate. شو وقت نريد نسوي acceleration للهيدروليسيس، شو وقت نريد نسوي slow down للهيدروليسيس؟ اكو طالب بيقدر يجاوبني انه شو وقت اسوي، شو وقت احتاج هيدروليسيس سريع، شو وقت احتاج هيدروليسيس بطيء؟ خلي يعني اجاوبكم. احتاج هيدروليسيس بطيء اذا اريد اسوي prolonged release product، هو اريد مفعول بالجسم يكون يعني طويل، ما اريد اني اعطي جرعه ثلاث مرات باليوم، اريد اعطيها واحده باليوم او اريد اعطيها مره واحده بالاسبوع او مره واحده بالشهر. فبيجي حاله احوله الى استر، وهذا الاستر يكون دروسز ماته سريع، مثلا دواء مذاق ماته ما طيب، سويت استر وسويت ماسك للطعم ماته، بس بنفس الوقت من يعبر التانك يعني من بلعت انا ما اريد يبقى استر، اريد يرجع للبيرنت دراك حتى يصير لي ابزوربشن حتى يفعله بسرعه. فبيجي حاله شحتاج اكسلريتد هيدروليسيس لاي اوف بروتراك. شفتوا الفرق بين شو اريد اسرع وشو اريد ابطئ؟ هسه نجي شلون اسرع وشلون ابطئ. ف هنا نجي الأستر جروب تعتمد إذا أنا أريد أسوي لها سم بالمعدة مثلا هيدروليسيس بحيث بالجاستريك فلويد اللي هي الحمضية يصير بها هيدروليسيس وينطي الدواء، أو إذا أريدها بالمناطق المتأخرة من الكولون اللي حتكون بها البي اتش مالتها 7 أو 7 وشوية أريد هناك يصير عندي الهيدروليسيس. فهنا أنا شنو عندي الأشياء اللي ممكن ألعب بيها اللي حتى أسوي الهيدروليس سريع أو بطيء، أو أسوي الهيدروليس مات أسرع بالأسد
وابطا بالبيس او بالعكس، تعتمد على الميديا. المكان اللي يريد يصير بيه هيدروليسيس يعتمد على الفانكشنال جروب الموجوده بالمركبات مالتي حتى تسرع او تبطئ. فاتاتش ان الكترون وذ لون جروب اف ا بيس هيدروليسيس ميكانيزم از امبورتنت. اذا اريد اسوي الهيدروليسيس بالكولون ورا فاني اللي الكترون وذ لون جروب. اذا اتاتش ان الكترون دونيتنج جروب يعني فانكشنال جروب تعطي الكترونات للاستر جروب وتزيد الهيدروليسيس شو وقت دونيتنج. اف ان اسيديك هيدروليسيس ميكانيزم از امبورتنت. اذا اريد الهيدروليسيس يكون باسيديك ميديا مثلا بالستومك اريد اسوي الهيدروليسيس، فبيجي حاله شو اخلي الكترون دونيتنج. تعرفون الكترون وذ دروينج يعني مجموعه كيميائيه موجوده بالكارير مثلا ساحب الالكترونات، والالكترون دونيتنج مجموعه كيميائيه موجوده بالكارير دافع عن الالكترونات. اف ان اسيديك هيدروليسيس ميكانيزم از امبورت. زين هسه هذه عرفنا انه السايت وين مكان اللي اريد اسوي بيه ابزوربشن والميديا تكون اسيديك. بس لو عندنا هيدروليسيس سايت شو اسوي؟ ميك ستريكلي هندرنس ستوبس. قلت لكم اذا اجيب بالك جروب خليها بالكارير بيجي حاله حتمنع الاستريز من ان يمسك السبستريت المولكيول ويسوي لها هيدروليسيس. By locating alkyl group in area of the carbonyl group. يعني تكون غريبة على الكربونيل مال الاستر. طبعا هنا عندنا استر. الفائدة او الطريقة الاخرى هو make long chain of fatty acid ester. اربطها ويا ديكانويك اسيد مثلا. المولكيول تحتوي على هيدروكسي اربطها بديكانويك اسيد حيصير عندي long chain of fatty acid esters. هذا هنا الدايجرام موجود نفس الحكي اللي تكلمت عنه الاسيد هيدروليسيس والبيس هيدروليسيس. من خلال هذا المخطط تقدرون تشوفون ليش بالاسيد هيدروليسيس احتاج الكترون دونيتنج وليش بالبيس هيدروليسيس احتاج الكترون وذراوك. على كيفكم اقروها افهموها شوفوا التفاعل شلون يصير، واي واحد عنده سؤال ممكن ان يسالني بالميتنج المصغر اللي حنسوي مساء في اي يوم انتم تختاروا. هنا انا عندي another approach to accelerate hydrolysis اللي هو شنو هو الانترا مولكيولار هيدروليسيس اوف سكسينيت استر. يعني العامل المساعد اللي يساعدني بالهيدروليسيس هو موجود within the molecule، لذلك يسموه انترا مولكيولار هيدروليسيس. الدراج مثلا هذا دراج يحتوي على استر، هذا الاستر الكارير لينك مالته يحتوي على كاربوكسيل. اذا هاي الكاربوكسيل شنو حتكون؟ حتكون عامل مساعد للهيدروليسيس وتحرير الاستر الدراج من الاستر. هذا يسموه انترا مولكيولار هيدروليسيس. ليش؟ لانه العامل المساعد هسه من المجاميع اللي من خلالها نحضر استر. طبعا كاربوكسيليك اسيد كونتيننج دراجز، هاي دراجز يحتوي على الكاربوكسيليك اسيد ممكن انا احضر من خلاله برودراج استر برودراج، ممكن انا احضر من خلاله استر برودراج. زين عندنا فوسفيت استر. فوسفيت استر شنو يعني؟ يعني مرتبطه ب فوسفيت جروب فوسفورس جروب. هذه ايضا موجوده ممكن ان نحضر نوعه. طبعا هو الفوسفورس فوسفوريك اسم يتفاعل مع الهيدروكسيل جروب مثلا الموجوده بالمركب، ايضا حيعطيني نوع من الاستر، ولكن هذا الاستر مو الاستر العادي اللي يحتوي على الكيلو جروب، يحتوي على الفوسفورس هذا مولكيول. معظم الاحيان هذا النوع من الاستر يستخدم لزياده الهيدروفيليسيتي of the molecule. فإذا دو من نطي أورالي عفوا نطي أورالي من نطي بارنترالي أفعله مع الفوسفورس جروب وأحوله إلى ووتر سوليوبل وممكن أن ذاك الوقت ينطي بارنترالي. وهذا المثال بروبول فوسفيت أحد الأمثلة اللي هي بحيث خلينا ينطي بارنترالي. بس السلايد واقف ترى
ليش ما تقولوا لي من البداية تخلوني أظل أحكي؟ هو استوى قبل شوي، آه مو شوي تاخر يعني، انت مو الديره شوي ياخذ وقت، يلا يعني مو بسرعه. قولوا ماكو ما بيها مشكلة. أوكي هسه هسه نفسه هسه هو مال أوكي بوده. اي هسه طلع ماشي. ف هسه عندي هذا قلت لكم عليه انه فوسفيت استر، ممكن انا احول المركب من ووتر انسوليبل الى ووتر سوليبل، بهيك حاله حولته من مي النطي بارلي الى مستحضري النطي بارنترال، من ان ينطي عن طريق الوريد او من ينطي عن طريق العام. المهم احوله من الى ووتر سوليبل، فبالتالي ممكن انا انطي بارنترال. مثال عليه هو البروبوفول فوسفيت. بروبوفول فوسفيت از ذا فوسفيت استر اوف بروبوفول. بروبوفول ماده مخدره تستخدم بالتخدير، تنطي عن طريق طبعا انجكشن او بارنترالي. فهذه اذا ما يخلوها فوسفيت ما حتكون سوليوبل، وبالتالي ما حيقدرون يحقنوها، فيسووها كاستر بعدين بالجسم بواسطه انزيماتيك كونفرشن تحول الى بروبوفول. بروبوفول يعطيني الفارماكولوجيكال افكت، بالاضافه مع شنو المركب الاخر اللي يتحرر بالجسم اللي هو سيف واللي هو ما يسوي مشاكل اللي هو ان اورجانيك فوسفيت جروب. نجي هسه على الكربونات اند كاربامات. الكربونات والكاربامات تختلف عن الاستر انه وجود الار جروب ما مرتبطه مباشره مع الاستر فانكشن، مرتبطه عن طريق الاكسجين او عن طريق النيتروجين. اذا كانت عن طريق الاكسجين على المولونيت استرز، واذا كانت مرتبطه مع النيتروجين يتعمل مركب كاربامات استر. السلايد طلع يمكم؟ اي طلع دكتور. فتلاحظون لي جوا الكربونات عن الكربامات شنو الفرق بيناتهم بالكيميكال ستراكشر. طبعا همينا لها استخداماتها وايضا لها فوائدها، تنقري ما بيها شيء. وممكن أن تحضرون دواء كاربامات او برودكت كدراج ديزاين لكم بالبروجكت. ثالثا الاميد از برودكت اوف كاربوكسيليك اسيد. من اسم الاميد، الاميد اللي تجي من تفاعل برايمري امين مع الكاربوكسيليك اسيد. ذاك هناك كان عندي بالإستر كحول مع كاربوكسيليك أسيد، هنا عندي أمين مع كاربوكسيليك أسيد يتحول إلى أمايد. هذا الأمايد يختلف عن الإستر إنه الهيدروليز ما تكون بطيء أبطأ، فلذلك استخداماته أقل من الإستر. إن برودرك ديزاين أمايد have been used only to a limited extent. ليش؟ owing to their relatively high enzymatic stability in vivo. فإذا هاي أحد المشاكل الأمايد برودكت، إنه مو سرعة الاستريز إنزيم، سرعة يصير بي هيدروليز باي استريز إنزيم وينطيني البيرنت دراج. هنا أنا عندي نحتاج الأميديز، الأميديز فعاليته وانتشاره بالجسم مو مثل الاستريز أقل. زين activated by low basic amines، عفوا activated amides اللي هو low basic amines or amino acid are effective. يعني هنا أنا ممكن أن نربط الأمينو أسيد بالدرج. ليش؟ الأمينو أسيد يحتوي على أمين ويحتوي على كربوكسيل، فبالتالي الأمينو أسيد good carrier or good molecule for carrier linked prodrug. تحتوي على two functional group، ممكن أن أفعل الأمين وممكن أن أفعله من خلال الكربوكسيل. طبعا حتى افاعل لازم اسوي بروتكشن لاحد الجروب، يعني هذه بعدين تاخذوها ان شاء الله بالكومبيناتوريال كيمستري. اعتقد الجزء الثاني من ال ولا المد يعني الماده مع المد هي البرودراج، و عندكم جزء الكومبيناتوريال كيمستري بالجزء الثاني من الماده من الكورس، والجزء الاول هو البرودراج. فعمليه البروتكشن اوف كاربوكسيليك اسيد او امينو جروب الموجوده بالامينو اسيد راح ان شاء الله راح ناخذها بالتفصيل بالكومبيناتوريال كيمستري. حاليا نحكي على البرودراج
ممكن هاي الفانكشنال جروب اللي نحضر من عندها البرودكت اللي هي بالنسبه لنا النقطه الساسه كلها ماي فانكشنال جروب اللي تدينا من تفاعل الامين معها الكربوكسيليك اسيد. الانزيم المسؤول على الهيدروليز الافاميد هو الكربوكسيل استريز او البايبيدياز او البروتياز انزيم، هذه هي المسؤوله على الهيدروليز الافاميد. طبعا هناك كانت مثلا الاسيكولين استريز او الكولين الكربوكسي اسيد استريز، المهم كل اسماء الجنرال نيم مالتها الاستريز. هنا كربوكسيل استريز انزيم او البيبتايديز او البروتيز، همنا مصطلح الاميديز انزيم شامل لهذه الانزيمات. الامينز ار اوفن ديزاين فور انهانس اورال ابزوربشن، معناها شنو؟ معناها راح ازيد يعني راح اتحكم، او ما اريد اقول ازيد او اقلل، اقول modification of lipophilicity. ليش؟ لانه مره احتاج ازيدها مره احتاج اقصها الى حتى اوصل اللي البالانس المطلوب من اجل ان يكون الدواء اكثر ما يمكن يمتص من قبل الجي اي تي، البالانس بين الهايدروفيليسيتي واللايبوفيليسيتي. فلذلك ايش اقول؟ اقول modification of lipophilicity. هذا الكلام بدأ يتكرر. lipophilicity of various compounds like acid chloride and acid can be altered in groups of compound by amide formation. كذلك من أنا قلت لكم الأماد أقل استخداما لأنه تكون الستابلتي ما تعالية relatively high enzymatic stability in vivo، لذلك نحتاج بالأدوية اللي يريد نعطيها عمر طويل داخل الجسم، نقلل عدد الجرعات باليوم الواحد. This approach is successful to improve the stability of the drug in vivo in many of the pharmaceutical agents and gives targeted drug delivery due to a presence of an enzyme amidase. يعني هذا الأميديز مثل ما قلت لكم مو مثل الاستريز متوفر في جميع أنحاء الجسم، هذا موجود في مناطق معينة. لذلك إذا أحتاج دراج يصير بها هيدروليسيس بمنطقة معينة تحتوي على الأميديز، فهاي الطريقة تكون مناسبة إلي بتحضير البرودراج. هذا أنمانك بيس. أنمانك بيس هو عبارة عن تفاعل يصير عندي من أجل أن أحصل على الأمايد، أحب طرق تحضير الأمايد باستخدام الشيف بيس رياكشن. مانك رياكشن، this is nucleophilic addition reaction of an aldehyde and at least a secondary amine to produce what is known as shift base. الديهايد أو كيتون، طبعا ممكن أستخدم الكيتون أيضا، أفعل مع البرايمري أمين أو سكندري أمين آت ليست، بس ما أقدر أفعل مع التيرشري زين حتى ينطيني مركب اسمه الشيف بيس. طبعا هاي العملية تتطلب إزاحة جزيئة ماء، تنسحب جزيئة ماء يتكون عندي الشيف بيس. جزيئة ماء منين تنسحب؟ اثنين هيدروجين من الأمين، لذلك يريد at least secondary، وجزيئة الأكسجين اللي جاي من الألديهايد أو من الكيتون أيضا تنسحب، بالنتيجة تنسحب جزيئة ماء يتكون عندي الشيف بيس. The shift base is often stabilized by resonance. The addition of carbanion to a shift base gives another base called the manic base.
هذا المانيك بيس شنو حاستفاد منه عنده؟ هذا مانيك بيس formed can readily eliminate the secondary amine to give the synthetic usefulness of the reaction. But when primary amine or ammonia are used, the hydrogen or nitrogen atom can participate in further reaction to give more complex products. لذلك احنا قلنا at least secondary amine group. هذا المانيك بيز احد طرق تحضير البرو دراج اللي هو طريق الشيف بيز، اللي هو الشيف بيز شنو؟ نيتروجين دبل بوند ار، اللي بس ارسم لكم الشيف بيز حتى انتوا عبالكم ار يحتوي على كربون يحتوي على نيتروجين يحتوي على ار، هذا يسمى الشيف بيز. هذا منين يجي؟ يجي من الديهايد او كيتون R C O H ويجي مع زائد R NH2، هاي الأكسجين مع هاي ال H2 يعطيني H2O، تنسحب جزيئات مي يتكون عندي هذا الأمين الشيف بيس. هذا الشيف بيس ممكن افعله مع امين اخر وبدله يرجع لي الدرج مات، يعني الدرج هنا مالتي قد تكون هاي الار هو جزء من الدرج او قد تكون هاي الار هو جزء من الدرج او هذا الدرج، فبيش حاله هذا يسموه شيف بيس برودرج. And the another approach to lower the pKa of amines and make more lipophilic amine اللي هو الشيف بيس اللي تكلمنا عنه. Example اللي هو بروجابيد. بروجابيد هذا شنو الدواء؟ هذا البروجابيد هو عبارة عن مصدر للجاما أمينوبيتاريك أسيد. أحتاج الجاما أمينوبيتاريك أسيد بالجسم، بس هذا الأمينو بيوتاريك أسيد هو واتر سوليوبل وما ممكن يختلط بلاد برين بارير، ذلك يحبه كبرودك. البرودك هو شنو اسمه؟ بروبت. هذا البرودك هو عبارة عن شيف بيس. شنو يعني شيف بيس؟ رسبت لكم إياه قبل شوية، راح أوريكم إياه هنا بهذا الستركشر. هو هذا تلاحظون نيتروجين دبل بوند R وأيضا مرتبط بR أخرى، هذا هو الشيف بيس. هذا الشيف بيس الواتر سوليبلتي اللايبوفيليستي ما يمكن ان يخترق البلاد بارير وينطيني الجاما امينو بيوتاريك اسيد ويعطيني المفعول مالته ان ذا بلاد، يستخدم از انتي كونفولسنت اكتيفيتي. الجابا هو بي انتي كونفولسنت اكتيفيتي ولكن ما يقدر ينطي بطريقه مباشره بسبب عدم قدرته على اجتياز البلاد بارير بسبب الهيدروفيلستي مالته العالية، فمن حولوه إلى شيف بيس اللي هو طاولة يعطيني مفعول الأنتي كونفولسنت، لأنه عبر إلى البرين بارير دخل بالبرين وبالبرين صار بيه هيدروليسيز وانطاني الجاما أمينو بيوتاريك أسيد اللي هو يستخدم اللي هو مفعوله كونفولسنت. سلفاسالازين. سلفاسالازين أيضا هو برودرك which formed by coupling of diazotized to sulfonylamide pyridine with 5 amino salicylic acid. When administered orally, very limited extent absorbed in upper GIT due to its polar nature. Very large percent of intact sulfaphasalazine reached to the colon. الازو ريدكتيز انزيم، هنا لاحظ الانزيم المسؤول على الهيدروليسيس اوف سلفاسالازين حتى يعطيني الفايف امينو سالسيليك اسيد هو الازو ريدكتيز انزيم. اذا هنا الانزيم اللي عندي هو
azoreductase enzyme responsible for the conversion of basalazine to 5-acyl salicylic acid. Amino salicylic acid, عفوا. هذه أمثلة على البروتون اللي يكون جود نيتروجين بها مال أميت أو شيف بيس. طبعا هذا عملنا مع شيف بيس بالمناسبة، ليش؟ لأنه عندي هذا مو شيف بيس، هذا أزو كومباوند، هذا عندي هنا أزو كومباوند. يعني أنا صار عندي ثلاث أشكال للبرودراج اللي يحتوي على نيتروجين، أما الأميت أو الأمين أو الأزو كومباوند. يعني أنا صار عندي ثلاث أشكال للبرودراج اللي يحتوي على نيتروجين، أما الأميت أو الأمين أو الأزو كومباوند. نجي على النوع الرابع من الأواصر اللي هو الأوكزيمز ديريفاتيف، أوكزيم ديريفاتيفز أوف كيتونز أما بعتذر ما أعرف ليش انقطع الخطأ دي، بس أوكي هسه أرجعوا كلياتكم. يعني تقريبا خلصت المحاضرة دي بس ثلاث سلايدات وتخلص المحاضرة الثانية، بس خلينا ننتظر شوية شوية دقيقتين ثلاثة حتى يكتمل العدد. الستراكشرات لأن ذكرتها بالمحاضرة أكفد يعني كمية هواية يعني من الستراكشرات هذا شنو يعني مثلا نطلع عليه يعني كم معلومات تفهمها. شوف اني من اجيب لك فد شيء، اني استراكشر اني اجيب لك اياه بالامتحان، انت اذا فاهم الفكره شنو انت راح تقدر تجاوب. يعني ما راح تحفظ عندي استراكشر، استراكشرات مو حفظ، ولكن الاستر لازم تعرف شنو الفانكشنال جروب مالته، الامايد لازم تعرف شنو الفانكشنال جروب مالته، هذني تنحفظ. يعني ماكو داعي اقول لكم تحفظوها لان انتم اوريدي حافظيها. أكو واحد ما يعرف شنو الأستر جروب؟ واحد ما يعرف شنو البرايمري أمين والسكندري أمين؟ أكو واحد ما يعرف الأشياء البيسك هاي المطلوبة من عندكم معروفة زين؟ بس ما مطلوب إنه مثلا سلفا سلازين
ستراكشر مالته هو موجود، انا جايبه محاضرات وخلي لكم ستراكشر مالته، بس المطلوب تحفظه؟ لا، المفروض تحرف شنو اللي صار به، شنو هو برودراج، هو يتحول الى فلان الماده، هاي كلها لازم انتم فاهميها فهم. فبالتالي من اجيبكم اياها بالمحاضره قد انا اجيب لك ستراكشر واقول لك هذا شنو هو، عرفت شلون؟ هاي طبيعه اسئلتي يعني. هاي يلا نرجع للمحاضرة، يعني ولو العدد ما مكتمل احتمال البعض طلعوا أو خشوا. أنا بالنسبة لي اللي أخذت له سكرين شوت هو يعتبر عندي الحضور. نجي على الأوكسيم ديريفاتيفز أوف كيتون أميدين أميدينز أند جوانيدينز، هذه هم بها استخدامات، شو وقت من استخداماتها؟ عندما يكون الصورة ماكو، الصورة ماكو، حقك ما مسوي لها برودكاستينج. صحيح، هسه راح اسوي لها برودكاستينج. هسه اوكي. هذه ايش وقت اذا عندي مركبات اريد اسوي هي دراجز، اريد اسوي برو دراج، هذه ما تحتوي على ام، ما تحتوي على كاروكسيل، او ما تحتوي على هيدروكسيل فانكشناليتيز او فانكشنال جروب، هذه بيجي حالا ممكن احضر الاوكسيمز ديريفيتيف من خلالها علما الكيتونات الاميدينز الجوانيدينز. اوكي، الاوكسيمز هذه المركبات اللي يعني اللي هي ممكن ان احضر برودكت المركبات اللي ما تحتوي على هاي الفانكشنال كمان فانكشنال جروبس اللي هي الهيدروكسيل والامين وال والكربوكسيل، ممكن ان احضر هالامين مثلا عندي مركب بكيتون او عندي مركب باميدينز او جوانيدين، فلاني ما ادري على هاي او اكسيد او امين، فلذلك ممكن احضر عن طريق الاوكسيمز. الاوكسيمز ار هايدرولايزد باي مستايل كوم مايكروسومال سايتوكروم اللي هو البي 450، كلكم سامعين بي، هو انزيم سايتوكروم بي 450 موجود بالليفر، وهذا انزيم شائع موجود ومعظم المركبات يصير بها ميتابوليزم من خلال الاوكسيم، سبيشالي سترونجلي بيسك imidines and guanidoxims can be used to enhance the permeability membrane permeability and absorption of parent drug. اذا هذه ايضا احد الطرق اللي ممكن ان نستخدمها to enhance، يعني زي lipophilicity to enhance membrane permeability، بس علما نستخدمها للمركبات اللي على هيدروكسيل او القيد او الامين. تقريبا احنا خلصنا المحاضرات، هذا الجدول المحاضره الثانيه للبرودراج، هذا الجدول برودراج لينكت اند انزيم انفولفد ان هيدروليسيس، مو اني قلت لكم مثلا طبعا كل برودراج من يدخل للجسم حيصير به هيدروليسيس او تايب اوف كليفج تو جيف ذا بيرنت دراج اللي يعطيني الدراج ويتحول من الانكتيف فورم تو اكتيف فورم. طبعا موجوده مجموعه من الانزيم مات مسؤولة عن التحول هذا اللي هو من الانكتيف تو اكتيف، وهذا الجدول يوضح لي اذا عندي مثلا شورت جين كوليستايد، اذا عندي استر، اذا اليفاتيك عندي الاستر هيدروليسيز اما عن طريق الدايركت او اللايبيز او الكوليسترول استريز وهكذا كل مركب، واذا عندي استر اوف دي لونج ليفاتيك كاربونيت، اذا عندي كاربونيت ويصير بالبنكرياتيك بيز هو الهيدروليسيز مالته او البنكرياتين او اللايبيز او الكاربوكسي بيبتايديز، هذه كلها الانزيمات المسؤوله على الهيدروليسيز اوف برودراج. مثلا عندي رقم 7 الازو كومباوند، من المسؤول عنه؟ الازو ريدكتيز. 8 كارباميد كومباوند، من المسؤول عن الكارباميد كارباميديز انزيم، هاي الانزيمات المسؤوله عن هيدروليسيز اوف برودكتس. الهوم ورك اللي رتبته من عندكم واللي قلته بالمحاضره السابقه واللي قلته هاي المحاضره واللي راح اقوله هسه اشرح لكم اياه، هذا من هسه تبدون تتهيئوا له ورا الميدترم ان شاء الله تقدموا لي اياه حتى يدخل ضمن درجات مالتكم. النيم المطلوب من عندكم شو تسووا لي ورقتين قلت لكم، او ورقه واحده اللي يقدر يختصرها بورقه واحده اللي يختصرها بورقه واحده. نيم او برودراك، هذا الاسم انت تسميه، مثلا تسمي ايبوبروفين برودراك او تسميه باسمك احمد برودراك
او تسميه انت الاسم اللي اذا انت اليوزد شنو استخدام انت انفلاماتوري مثلا او بيت بلوكر او انتي هايبر تنس او يعني انت اليوزز مالته شنو الانتندد يوز اوف ذيس برودكت. كيميكال ستراكشر ترسم الكيميكال ستراكشر مال المركب اللي هو الدراج اول شيء. الفانكشنال جروب شنو هذا المركب اللي راح ادفع يا فانكشنال موجوده بالدراج موجود بهايدروكسيل وراح تفاعل ويا مع الهايدروكسيل تقول لي الفانكشنال جروب انفولد هو الهايدروكسيل او كاربوكسيل او البرايمري امين او الكيتون جروب الموجوده بالدراج هذه الفانكشنال جروب الانفولد ان ذا فورميشن اوف برودكت. زين تايب اوف برودكت شنو صنف لي اياه؟ هل هو بايو بريكرسر برودكت؟ هل هو كارير لينك تو برودكت؟ اوكي اذا كان هو كارير وش تايب؟ باي بارتيت يوجوال باي بارتيت. هاي شرحت لكم اياها بالمحاضره الاولى. زين هسه ورا ما سوينا وين الاكتيفيشن سايت ما تحكون وذ ويتش انزايم؟ هل هو مع الاستريز؟ هل هو مع الاميدياز؟ هل هو مع السيتوكروم باي 450 اللي راح يسوي لي هايدروليسيس الى ويسوي اكتيفيشن؟ الاكتيفيشن مع اي انزايم تحتاج السايت بالليفر بالجي اي بي بالبلاست ستريم which enzyme الاسترase amidase كاربوكسي amidase enzyme حسب نوع الانزيمات الموجودة من التابل. ليش ذكرت لكم التابل السابق حتى انتو تشوفون which enzyme is responsible for the hydrolysis of your designed prodrug. الميكانيزم هاي شنو الميكانيزم؟ مو الميكانيزم of functional drug انه تقول لي هذا البيتا بلوكر يتفاعل مع البيتا ريسبتر ويسوي لها بلوك ويطين. لا مو هاي الميكانيزم. الميكانيزم اللي اريده هنا هي الميكانيزم اوف هيدروليسيس. شنو اللي يصير عندي؟ هل هو اسيد هيدروليسيس؟ هل هو بيس هيدروليسيس؟ الانزيم الدايركت معاه هو ام دي اس. فاول طريقه اللي ينكسر بها البرو دراج اللي ينطيني البيرنت دراج اللي هو الاكتيف فورم اوف دراج. زين هسه شنو المشكله اللي حليناها اللي مثلا لي ان بليزنت تو ماسك بليزنت تيست كان عندك الهدف هذا او تو ميك ات ووتر سوليبل تو كان بي جيفن بارنترالي حتى اسوي المركب انه ما كان ينطي بارنترالي خليته ينطي بارنترالي او كان دواء بالاوردر مالته كنت جدا كريهه فحولته الى دواء ما بريحه او هذا الدواء هو غاز حتى الى ليكويد فعلت مع فلان مركب وتحول الى ليكويد وهذا الليكويد ممكن انه حضرك دوز تعرفون اذا الدواء غاز صعب اسوي دوز صعب اسوي شراب او صعب اسوي باو كبسول فممكن انه كان اذا الدواء طبيعته غازيه وفولاتايل ومتطايره وما تبقى اي ال ايش يسموه ال ضغط الجزيء مالته يكون قليل جدا يتبخر فهذا ممكن ادخله بتفاعل واسوي اما سوليد او ليكويد وبذاك الوقت اقدر احضر دوزج فورم ولا فورميليشن واحضر دوزج فورم سهله الاعطاء للمريض. كثير من المشاكل موجوده بالادويه ممكن ان يحلوها بطريقه البرودراك سيارتي بوياي الموعد غالبا ما يكون مساء وذاك الوقت ممكن اجاوبكم على اي سؤال.